صغير. مية واحد وتسعين. مية واحد وتسعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء والطاقم المصاحب لهم، السادة النواب، أول ما أبدأ به هي يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن خلال هذه الآية أقول أن تطاوين، أنا أتحدث عن الفلاحة بولاية تطاوين لكي أعطي فكرة للسيد الوزير وللسادة النواب، هي تغطي ربع مساحة الجمهورية التونسية، وبالتالي يعني هناك من الأراضي الخصبة كما ذكر في تدخلها السيد وزير أملاك الدولة 430 ألف هكتار، وهي صالحة للفلاحة ومتاخمة للحدود الليبية ولمدينة رمادة وذهبة، وهذا لا يمكن أن تنهض فلاحيا إلا بالماء، والسماء عندنا قليلة الماء عندنا باعتبارنا مناخ صحراوي، وبالتالي هناك في قلب الصحراء المياه الجوفية، والدراسات أثبتت أنها موجودة بكميات هائلة وطائلة، وبالتالي على الدولة أن تفجر تلك المياه الجوفية لكي يتمسك الشباب بأرضهم ويبتعدوا عن الهجرة ومآسيها. النقطة الثانية التي تميز هذه الجهة هي تربية الماشية والإبل، الإبل الصبورة للصحراء والعطش، ولكن هذه التربية تتوجب أو تستوجب الكلاء والماء، وكما قلت المناخ صحراوي والمياه أمطار يعني قليلة جدا نادرة، وبالتالي على الدولة أن توفر المراعي والماء في تلك الصحارى الشاسعة، ولابد لهؤلاء المربين أن يشتروا يعني الأعلاف يعني الشعير والصدرة، والأثمان في الواقع كبيرة جدا وعاجزون مع هروب كثير من قطعان غنمنا إلى القطر الليبي، وإذا لم نشجع المربين في ولاية تطاوين فكل مواشينا ستمر حتما إلى جيراننا، ولا إذن لابد من تسهيل ودعم تلك المواد يعني الشعير والسدرة. النقطة الثانية للسيد وزير أملاك الدولة هي الأراضي الاشتراكية، وأرجو أن يجدوا لها حلا، وشكرا جزيلا جزيلا باعتبار الوقت ما عادش نجاوب. الله فيك.